صامد يا بلادي لو تم يسار. وصامد صامد يا بلادي لو تم يسار. وصامد صامد يا بلادي لو تم يسار. ودمي من أجل حقوقي وهبت وشلال. الحركة ديالنا النضالي اللي هاد المرة هادي خدا واحد الشكل انه خارج اسوار الحرم الجامعي، خارج اسوار المستشفى الجامعي، وماشي في المندوبية. اختارينا الولاية هاد المرة هادي. كما تعلمون ان المسلسل النضالي ديالنا له سنوات وحنا تناضلو من 2007 2012 2015 كانوا محطات نضالية كبيرة. في هاد العام هذا كان هنا واحد المحطة نضالية كبيرة اللي هي تتهضر على الانصاف، انصاف والعدالة الاجرية. هذا هو لو تيم الاول والكبير اللي تنطالبوا به، واللي وزاره الصحه بدات معنا في الحوار، يعني انها فتحت ابواب الحوار. النقابه المستقله من داخل الوزاره تناضل، ومن داخل الوزاره تتقوم بالحوار من اجل انصاف الممرضين. فاذا بنا نجد المشكل في التماطل من طرف رئيس الحكومه، رئيس الحكومه الذي يتماطل باش انه يعطي الميزانيه اللي غتخرج للممرضين في الزياده في الاجور. وحنا عارفين ان الزياده في الاجور هي تحصيل وحاصل، لانه يعني كما كاينه زيادات في جميع القطاعات الاخرى، راه الزياده في الصحه هي اولى، حيت الناس ديال الصحه هما اللي وقفات عليهم هذه الدوله، هذه وقفات عليهم في الوقيته ديال كورونا، وقفات عليهم في الوقيته ديال الازمات. ماشي عندها خصوصيه وخاصها زعما الزياده تكون ما اكثر، حيت بغينا الانصاف. ماشي اننا في واحد نفس الوزاره كاينين دي بروفيل لانهم كيشدوا واحد المبالغ اللي خياليه وزادتهم زياده اللي كبيره بزاف، واحد البروفيل اللي ما تزادتو حتى شي حاجه، مع العلم انه هو اللي كيقدم 80% ديال الخدمات الصحيه، وتقريبا 70% ديال التواجد ديالو. شكلشي يخدم في الجبال، شكلشي يخدم في الصحاري، شكلشي يخدم في واحد المناطق اللي راه ما تيوصلش ليهم، تنقول لك حتى الترونسبور ما تيوصلش ليهم، ونجدهم انهم لا ينصافون. فهاد الوقفه هادي كانت تجسيد اللي هو اقليمي وشبه جهوي، حيت مازال عندنا الانزال الوطني اللي غادي يكون في 24 في الشهر، ومازال المسلسل النضالي سيطول ويطول ويطول ما دامت الدوله وما دامت الحكومه تنهج سياسه الاذان الصماء. حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه، تنطلبوا بالحق ديالنا، وتنطلبوا بشي امور اللي هي قانونيه اللي غتحمي الممرض وغتحمي المريض. وكيف يعقل ان الانسان انه يخدم في واحد الظروف اللي هي تشكل خطر على الصحه ديالو، وخطر عليه على الحريه ديالو؟ وبهذا اقدم التحيه للمعتقلين ديال فاس في القضيه ديال الاهمال الطبي، اللي الناس فقدوا الحريه ديالهم الان بسبب ثغرات قانونيه وبسبب مشاكل كاينه في القانون. ونحن نطالب بالهيئه ونطالب بالانصاف، وغيستمر هذه المعركه النضاليه حتى الانصاف. وتحياتي. احنا اليوم في هذه الوقفه ردا على الاستخفاف ديال الحكومه بالمطالب ديال الاطر التمريضيه. فالشعار ديال البيان الصادر على المكتب الوطني كان هو الاستخفاف، بليتو الاستئناف الرد على الاستخفاف. فاش ملي كنهضروا على الاستخفاف فكنوجهوا الاسهم ديالنا لرئاسه الحكومه اللي بينات يعني على واحد عدم حسن النيه في التجاوب ديالها مع المطالب ديال الاطر التمريضيه، واللي كتجلى في اجراءات زياده ديال الاجر الثابت للممرض على شطره واحد في 2024، عكس يعني العرض اللي عطاته الحكومه انها تكون الاجراء على شطرين ابتداء من 2025. كذلك حل ملف الممرضين المساعدين اللي راهم تقريبا غادي يخرجوا تقاعد الاغلبيه فيهم ومازالين ضحايا، كذلك ضحايا الممرضين ضحايا المرسوم الاعراج ديال 2017. للاسف هاد المطالب هادو الجواب ديالهم عند رئاسه الحكومه، ولحد الساعه يعني راه على الرغم من ان وزاره الصحه جلست على طاوله الحوار مع النقابات الاكثر تمثيليه للقطاع وتم التوافق على بعض النقاط، الا ان هذه النقاط اللي خاصها تحل مع رئاسه الحكومه لحد الساعه مازال ما تمش، يعني ما تدك المحاضر ما تمش الالتزام بهم. فالشيء اللي خلانا نرجعوا للاحتجاج، والشيء اللي كيخلينا ناكدوا على ان الاصلاح ديال المنظومه الصحيه اللي في اطار اللي تنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه كما دعا عليه صاحب الجلاله الملك، اللي هو رهين بالنسبه لنا، رهين بالاصلاح او رهين بالتصالح مع الفئه اللي كتشكل العمود الفقري للمنظومه الصحيه، الاطر التمريضيه او الممرضين وتقنيي الصحه لسنين، والاجر ديالهم غير الاجر الثابت، هذا زعما حاجه من بزاف، غير الاجر الثابت راه سنين اخر اتفاق كان بين وزاره الصحه والنقابات الاكثر تمثيليه راه صفر درهم بالنسبه للممرضين، 2600 درهم، يعني سنين الاجر الثابت ما تحركش. ودابا في الجلوقيته اللي ولا كيتناقش الاجر الثابت على طاوله الحوار، ولينا كنشوفوا هذا التماطل من الحكومه، فحنا كناكدوا على اننا مازالين غادي نصعدوا، وبقي تبعنا انزال وطني، وبقي تبعنا اضرابات واعتصامات في حالات ما تمتش الاستجابه. جينا هنا نعبروا على السخط ديالنا
والاحتقان السائد في المنظومه تجاه هذه السياسه التماطل وادان الصماء التي تنهجها الحكومه تجاه المطالب ديالنا المشروعه. حنا كنطالبوا بمطالب اللي هي مشروعه اللي هو الزياده في الاجر الثابت وفي التعويض عن الاعباء والتعويض عن التعطير. وحاليا راه حنا في جلسات حوار مع وزاره الصحه، ولكن منين تترفعوا المطالب الحكومه حاليا ما كاينش حتى شي استجابه اللي هي عطيناهم مهله بانهم يجاوبونا على المطالب ديالنا، ولكن ما كانش حتى شي استجابه لواحد المده اللي هي طويله. داكشي علاش قررنا اننا نديروا هذا الشكل الاحتجاجي الذي كان ناجح بجميع المقاييس. وحنا كنعرفوا بان الممرض هو الفئه التي لم تنصف من منذ 2006، وحنايا ما كاينش زياده اللي ظاهره، وما كاينش حتى شي استجابه لاي نوع من المطالب ديالنا. ونسلام الاستسلام.